بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العقيد عارف محمد نور الحمود من مرتبات كلية حرب الكيميائية اختصاص مدفعية ميدان، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن جيش النظام القائم وانضمامي للجيش السوري الحر، معاهدا الله والوطن على حماية الشعب وقطع يد كل خائن تمتد إليه بسوء، كما أدعو كافة الضباط الشرفاء المتبقين في هذا الجيش الخائن إلى المسارعة في الانضمام لشعبهم وأهلهم ولهذه الثورة المباركة قبل أن يتداركهم الوقت ويندمون حيث لا ينفع الندم. عاشت سوريا حرة أبية بدون نظام الأسد.